السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف معرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. طبعا اليوم نعرض لكم كيا سيتينجر موديل 2018 واردة الجبر فل كامل. ماكينة 3300 لتر و370 حصان. طبعا مقاس الجنب 19 انش وكاميرا خلفية وليد امامي. سعرها ب170,000 غير شاملة الضريبة. طبعا هذه مواصفاتها بالكامل. موديل 2018 مواصفاتها جدا جميلة. فتحات تكييف في الخلف. مقابض كروم. طبعا مواصفاتها جدا عالية. سعرها قبل الضريبة ب170,000. ست اسطوانات 3300 لتر. طبعا نتكلم عن مواصفاتها الخارجية. ليد أمامي وحساسات أمامية وخلفية وإشارات بالمرايات ودخول ذكي وتشغيل ذكي وجنوط كروم مقاس 19 إنش وفتح في السقف. طبعا فتحتين شك، أربع فتحات شك كمان. مواصفاتها الداخلية غير اوتوماتيك مقاعد جلد تحكم. طبعا تحكم بالمقاعد كهرباء، المقاعد سايق والراكب مقاعد جلد. بريك الكتروني. وإلى أن أتممنا معاكم الحلقة كان معاكم يوسف معرض تركي للسيارات بمكة المكرمة. فمان الله.